ففي حاجات كتيره قوي انت بتيجي في حياتك كده تقول لا دي مش تعلمني حاجه ولا دي مش هتفيدني بحاجه. على فكره ده كان اول مدخل ليا في السيلز، ده كان اول مره اكتشف في حياتي ان انا عندي تالنت بتاع ان انا ابيع حاجه اصلا. فاكتشفت التالنت ده لما وقفت في الشارع بقيت اقول للست كام هاف ا لوك واحفظ نكته بالروسي ونكته بالايطالي ونكته عشان اخلي الناس تضحك. فزي البياعين اللي بيطلعوا في الاوتوبيس وبيعملوا كل حاجه عشان اخلي الناس تضحك، فاعمل معاهم ايس بريك من غير ما افهم ان ده ايس بريك، عشان بقى لما اروح اشتغل في مالتي ناشونال فكونفرت الاكسبيرينس بتاعتي اللي كانت في الشارع حرفيا الى انتو ماتيريال وسيلز وتريننج وماركتنج ماتيريال بتقول نفس الكلام اللي انا كنت بعمله في الشارع. فانا كنت جربته وانا صغير وانا عيل وما كنتش فاهم ان ده اللي هيفيدني دلوقتي بعد اكتر من 20 سنه او حاجه و20 سنه كمان لما اكبر. ما كانش عندي ادراك ولا بربع جنيه ان في حاجه من الهري ده ممكن تفيدني، زي ما كانش عندنا ادراك كده ان ولا اي حاجه من اللي احنا خدناهم في المدرسه ممكن يفيدونا، وعلى العكس كل ما بنكبر بنكتشف ان الكلام ده اتعلمناه احنا في ابتدائي. فاكتشفنا ان الكلام اللي كنا بنتعلمه في اعدادي وثانوي اللي هو ملوش اي حرفيا 30 لازمه، دي بيزكس بتاعت حياه مش لازم تكون ليها لازمه حضرتك، مش لازم تاخد بيها نوبل يعني. يعني اي شغلانه انت النهارده في الجامعه حد بيبعت لي عنده في ثانيه جامعه كتير قوي في الجامعه، نعمل ايه اتعلمه خده اي اكسبيرينس باي حاجه باي فلوس في اي حته. انت بتعملش حاجه في حياتك غير انت بتتعلم وانت كبير وانت صغير. الفكره في ان انت كبير بتبقى عارف امتى بتتعلم، انت بتضيعش وقتك، انت في الستيج بتاعت انك تتعلم، لكن وانت كبير بتبقى فاهم ان ده تتعلم فده هتجيب منه فلوس. شكرا، سلام عليكم. لو عجبك الكلام ده اعمل لي كومنتس هنا، هتلاقيني بطلع لك تاني كل يوم.